في شخصية عملها يوسف بيه وهبي اسمها بيومي أفندي، وكانت شخصية حلوة قوي. لكن الشخصية اللي معانا أو بيومي أفندي اللي معانا مش حلو. بيومي أفندي اللي بيشارك دلوقتي في مهرجان الدعارة في موسم الرياض كان ممكن يروح يعمل دوره ويمسح جوخ ويسكت وفي الكتيمي ومحدش هيحس بيه، في ظل إن العالم كله مشغول بالمجازر اللي بتحصل في غزة ومحدش حاسس باللي بيحصل في الرياض إلا الجماعة المرتدين للبوليفارد في الرياض. لكن يبدو إن أبو ناصر تركي الشيخ عنترة العبسي بتاع السعودية فتح باب المزايدات، وكان بيومي فؤاد أو بيومي أفندي أول من قرر إنه ينط ويمسك الحديدة زي السيسي كده ويهاجم الممثل زميله محمد سلام في موقف الحقيقة زاد بيومي أفندي خزي ورفع شأنه وشرف محمد سلام. قال إيه بيومي أفندي بقى؟ بيومي أفندي بعد ما انتهت من يسمى العرض الكباري اللي عامله خرج يقول الكلمتين دول: من حقك إنك تعتذر عن المسرحية، لكن مش من حقك إنك تغلط في فنك. إحنا ما بنجيش عشان نضحك حضراتكم، إحنا بنقدم فننا، بنقدم فننا المصري. أنتوا بتحترمونا وإحنا بنحترمكم جدا جدا. شيء عظيم إن الفنان يبقى له جمهور في كل الدول. شيء عظيم إن أنا أخرج أتصور مع شاب سعودي، أتصور مع سيدة سعودية وهي تعلم إن أنا مصري. أنا بشرف بلدي. كنت بحاول بساعد مع حضراتكم عشان أنتوا الأهم، إن أنا أخفف عن الراجل اللي أنقذ موقف وكان راجل قدها، اسمه محمد عمر. أنا فنان مصري وليه الشرف. جيت المملكة العربية السعودية وليه الشرف. كتر خيركم. احنا بنتعب وبنشقى عشان نقدم فن، مش عشان نيجي نضحك. لو الموضوع كده يبقى في فنانين من ايامنا دي بالرحاني لغاية محمد انور المفروض ينتحروا. احنا بنقدم فن. تحياتي لحضراتكم يا فندم. انا اسف. معلش انا اسف على الرخص اللي كان فيه بيومي فؤاد ده الاوفر قوي، يعني الأداء حتى كمان رخيص قوي وأوفر قوي. بس هو محمد سلام غلط في فنه إزاي؟ حد فيكم سمع أن محمد سلام قال الفن حرام، الفن أباحة، الفن عيب؟ أتحدى لو واحد يجيب لي النص ده. الراجل قال أنا مش قادر أمثل وأضحك الناس وأهلنا في غزة بتموت. لا غلط في الفن ولا غلط في بيومي أفندي. إذن بيومي أفندي كذب. الراجل ما قالش الفن حرام زي الدجال إبراهيم عيسى ما قال، ولا هاجم السعودية زي النبطش عمرو أديب معلق. نسمع كده محمد سلام قال إيه، يمكن غلط في الفن وإحنا ما خدناش بالنا. اسمع. فأنا مش متخيل الصراحة يعني إن أنا هروح أعمل مسرحية وأهزر وأغني وأرقص وإخواتنا في فلسطين عمالين يتقتلوا ويتذبحوا ومفيش حاجة بتحصل لهم. أنا مش هقدر أسافر طبعا. من حقك إنك تعتذر عن المسرحية، لكن مش من حقك إنك تغلط في فنك. إحنا ما بنجيش عشان نضحك حضراتكم، إحنا بنقدم فننا، بنقدم فننا المصري. أنتوا بتحترمونا وإحنا بنحترمكم جدا. يا بوبي يا كلب، فين محمد سلام؟ هاتوه. راح الضابط. وبعدين محمد سلام قال إيه يعني؟ ده نجيب بير ريحاني اللي انت بتتكلم عنه ده لما جات ثورة 19 بطل هلس، وقف الهلس. انت ما بتقراش تاريخ مسرح خالص يا بيومي. لما جات ثورة 19 فرقة نجيب الريحاني اللي كانت بتقدم كشكش بيه اللي هو هلس في هلس، اللي هي الهلس ده كان انضف من اللي انت بتقدمه في الرياض وهو هلس برضو. خرجت فرقة الريحاني كلها عن بكرة ابيها في الحناطير مع المظاهرات ووقفوا العرض المسرحي. ده نجيب الريحاني اللي انت ضربت بيه المثل. لما قامت ثورة 19 والانجليز بدأوا يدعكوا في الناس ويقتلوا في المصريين، الفرقة وقفت وخرجت بحناطير وعربيات كارو
كل ممثلين المسرح عشان يشاركوا في ثورة 19. عادي يعني الأمم لما بتعدي عليها لحظات فارقة بتتغير الوسيلة. على أي حال كلام بيوم أفندي قلب عليه السوشيال ميديا وفتح عليه أبواب هجوم كبير جدا، وكتير انتقدوا المزايدة اللي عملها على زميله محمد سلام. كان أقواها ناس كتير، أقواها المخرجة كاملة أبو ذكري اللي كتبت له قالت له، قالت الأستاذ الفنان اللي كنت واحدة من محبينه، لو حضرتك فاكر إنك لما تعمل عمل اتحضر واتكتب وتنفذ في 3 أيام وتروح تعرضه وترقص وتغني وتضحك وبعد كده تاخد آلاف الدولارات، لو ده بتسميه فن فأنا لا يشرفني أن أكون زميلة لك في هذه المهنة. ولما تكون بتعرض التفاهات دي لا يشرف الفن المصري، ولما تعرض التفاهة دي وجارك بيذبحوا أطفاله ونساء ورجاله وتقول لي الفن، يبقى ما عنديش كلام أقدر أقوله غير أن الإحساس والفن نعمة أنتم آخر ناس تتكلموا عنها. وحتى صورة أطفال غزة ما تب الراحة. أما الأستاذة حتى صورة أطفال غزة شالت صورتها هي وحتى صورة أطفال غزة. أما الأستاذة إنجي فبتقول صاحبة الحساب ده، أنت كفنان مبدع ربنا أنعم عليك بنعمة قدرها عظيم، لو ما احترمتهاش محدش يحترمك وهتبقى رخصت فنك ونفسك. ومن سمو الفن أنه مرآة لمشاعر المجتمع. الفنان الحقيقي بيكون مهموم بهموم الناس، حاسس بيهم، بيعبر عنهم، حتى وهو بيرفه عنهم بيقدر يوصل رسالة تفيدهم وتأثر فيهم وهو بيرقق مشاعرهم. الفنان الحقيقي بيحترم مهنته وبيحترم الموهبة اللي ربنا ادهاله وبيحترم نفسه وعارف قيمة فنه. أنا بريئة من العبث اللي بيحصل ده، الفن أرقى من كده بكتير. إنجي دي زوجة أحد الفنانين. مش بس كده، قد تكون إنجي مبالغة أو قد تكون كاملة أبو ذكري المخرجة المشهورة بتبالغ، لكن كمان نائب أو القائم بأعمال رئيس أكاديمية الفنون الدكتور هشام جمال كتب ويقول أو كتب بوست في القصة دي بيعلق على بيومي فؤاد وقال كلام، اتفضل أهو هشام جمال: حقا إن غلطة الشاطر بألف، وهو بالمناسبة لا شاطر ولا شيء من هذا القبيل، فمسيرته سطحية ولا علاقة له بالفن كما يدعي، لكن أن يورط نفسه في مشهد هزلي مقزز إلى هذا الحد فهو أمر كفيل بأن يضع حد المشواره الفني المتواضع بنهاية ساذجة ومحتومة يفقد بها احترام الجميع دون اتفاق. إنما فعله واجتهد فيه بأداء مفرط اعتقد أنه يدق ناقوس الخطر لكل المهرولين إلى بلاط الترفيه، هؤلاء من أهانوا فنهم ويساهمون في محو تاريخ مصر ومكانتها الفنية الثرية بما يستوجب التحقيق والمحاكمة. سيأتي زمن تعبر فيه مصر أزمتها ويعود الفنان المصري إلى مكانته بلا هؤلاء. مين بقى هشام جمال؟ ده نائب رئيس أو القائم بأعمال رئيس هيئة أكاديمية الفنون اللي فيها معهد التمثيل ومعهد المسرح ومعهد الفنون الشعبية وكل معاهد الفن في مصر ومعهد السينما. أهو تكليف الدكتور هشام جمال بأعمال نائب رئيس أكاديمية الفنون. أكاديمية الفنون اللي فيها بقى كل المعاهد الفنية في مصر. بيقول له أنت سطحي وأوفر ونهيت مشوارك. مسرحية زي ما قالت الحقيقة كاملة. مسرحية اتكتبت في 3 أيام. وشقلب وسقع وبيع ولا أيام سينما المقاولات في التسعينات. ده مش مسرح، ده كباريه بلاش. طب أجيب لك بيومي فؤاد نفسه بيرد على بيومي فؤاد نفسه وتشوف بيشتغل إزاي. بيومي فؤاد نفسه اللي بيقولك إحنا بنقدم فن، بيومي فؤاد من الجزء الثالث من الكبير هو بيومي فؤاد في كل حتة لدرجة إنه بقى بيسخر من نفسه. شوف بيومي فؤاد ازاي بيقبل الاعمال وازاي بتتعرض عليه. اسمع كده،
الساعة 3 الصبح مروح بيتي لقيت تليفون حد بيديني اوردر الصبح وقال لي اسم الفيلم والله العظيم قال لي حضرتك عندك قصور الساعة 9 الصبح في المتحف لا بيقول لي حضرتك معانا بكرة 9 الصبح في المتحف الزراعي قلت له دي رحلة عامل حسابي يعني عامل تربة شاي وسندوتشات وبتاع لو رحلة قول لي يا ابني مش فاضي وبتاع قال لي لا تصوير تصوير ايه قال لي اسم فيلم غريب كده بس وسمعت في الاخر المحضر اللي بيتعمل ده احمد الصبحي فرحت رايح لاحمد الصبحي بخناقه كبيره قعدت معاه من 3 بس حوالي 7 الصبح في المكتب وخرجت ماضي كالعاده يعني قلت وانا ايه خلاص للدرجه دي ماليش ايه ما عندك مفيش ورق عشان اقراه فقعد يضحك مش عارف كان بيضحك ليه عشان هو عارف ده الفنان بيومي فؤاد الراجل اللي هو يعني الحقيقه من كتر الاوردرات ما يعرفش ايه الموضوع ايه الفيلم اللي بيعمله بيقرا ايه الله يرحم ايام الاستاذ زكي رستم لما اتعرض عليه وتقال له الديكور موجود وعمل دوشه هو ده الزمن بتاعه اللي بيقول لك بنقدم فن احنا بنقدم فن فن مين يا ابو فن فن مين اذا كان استاذكم وستكم وتاج راسكم عمر الشريف نفسه اللي هو واحد من اهم فنداني هوليوود وتاريخها كان مستغرب جدا انا باخد فلوس كتيره ليه كده على كلمتين بحفظهم فن مين تتمثل انت هتمثل هناك وهنا فن مين ما احنا عارفين اخرها دي سبوبه اضرب واقلب في 3 4 ايام اسبوع وترجع عندك 6 7 افلام ما انتش دريان بالدنيا بتقرا الورق في اللوكيشن ومثل وخد فلوس واخلص ده بيوم فؤاد هتقنعني انك انت احمد زكي هتقنعني انك انت نور الشريف انت ولا حتى بتفكر في الشخصيه اللي بتعملها هي شخصيه واحده من الكبير لحد دلوقتي بقالك 11 سنه هي نفس الشخصيه واحنا عارفين ومتفقين واحنا موافقين وبنضحك ومبسوطين ما تدورهاش بقى ما تافورش كده وتعمل انك انت بتقدم بقى كوفاديس بقى والحاجات دي عيب عيب ما يصحش كل ده عشان ترضي تشاري الرز زي ما كتبت مروه مروه بتقول المشهد التراجيدي اللي عمله الفاكس ده بيمثل الشخصية الدنيئة الحقيرة المزايدة على زميلك عشان كام ريال ورضا شوال الرز ياخذ فخص عليك وعلى موسم الرياض وفنك وعلى كل تاريخك ده حتى لو انت مش مقتنع باللي عمله محمد ما تطلعش تقول كده نوعية بيومي دي موجودة منها كتير شغل رخيص وقذر محمد سلام راجل صاحب كلمة أو مبدأ لكن بيومي واللي معاه رايحين يضحكوا على جثث أطفال غزة ده اللي قاله حمدي حمدي بيقول ده مشخصاتي بيومي فؤاد يا ريت مشخصاتي اسمع يا حمدي كلمة مشخصاتي دي يا ريت أنا هفهمك يا حمدي في فن التمثيل يا ريت بيومي مشخصاتي عارف يعني مشخصاتي يعني قادر يلعب شخصية ودور يقنعك إن هو كده فعلا يقنعك إن هو رئيس جمهورية زي أحمد زكي في السادات يقنعك ان هو بواب زي احمد زكي في البيه البواب يقنعك ان هو ضابط مباحث شرس زي احمد زكي في زوجة راجل مهم يقنعك انه محامي هلاب هلاس زي احمد زكي في ضد الحكومة يقنعك زي نور الشريف ما بيقنعك في 80 فيلم شوف يا اخي العار لنور الشريف هو التاجر اللي عايز يخلف ويعمل او اللي ابوه عنده قصدي بتاع طلع في الاخر تاجر مخدرات شوف نور الشريف وأداؤه للدور ده اسمه مشخصاتي اللي احنا بنقول عليها فن مشخصاتي مش عيب هو دور الممثل كده انه يعمل شخصيات فانت واخدها هنا بانها إهانة أراجوز حتى الأراجوز فن تركي قال شيخ اشتراهم بحفنة ريالات يتكلم عن محمد سلام محمد سلام راجل صاحب مبدأ أما أنت وكل من سافر وضحك وسخر على جثث أطفال غزة فأنتم رويبضة أنتم يا أنت يا بيومي وكل من سافر منافقين كل هموكم بجمع اموال لكن محمد سلام رفض ان هو يعلق على هجوم بيومي فؤاد واعتبر انه احسن حاجه عدم الرد عليه زي بيقول الخبر ده كده اول رد من محمد سلام على هجوم بيومي فؤاد عليه انا ما كنتش مصدق الاخبار امبارح ولا الصفحات اللي ادولت الخبر بالشكل ده وقلت اكيد بيومي ما يقولش كده غير لما شفت بعيني في الفيديو ولما شفت الفيديو ما كنتش مصدق ولكن مش حابب ارد عليه برافو عليك والله محمد سلام كان دوره أكبر منك في الكبير
ايام ما انت كنت عامل الدكتور ربيع بتقل دمك وكنت جاي رايح تعمل مشهد في كل سبع خمس حلقات، كان محمد سلام نجم. شوف كده الاثنين مع بعض الخبرين دول. محمد سلام لسه شايف فيديو بيوم فؤاد حالا ومفيش رد اقوله، وانا مش حابب اعلق عليه ولا حابب اتكلم في الموضوع ده خالص. بيوم يهاجم، مش من حقك تغلط في فنك والاخير يعلق مش هرد. دول الفرق بين الاثنين. هو سخن شويه سلام، معلش سخن، وحب يعني يبعت تحيه لتركي الشيخ. ما تعتموش يا جماعه على الحريم اللي بتتودد للي زي تركي، زي انغام مثلا، خليها اقولها على بلاطه، لما بتحفى عشان تشقط تركي وجابته وشقطته، ما تعتموش عليها. اذا كان الرجاله بتعمل كده، اذا كان بيوم فؤاد بيعمل كده، وهو راجل في الاخر، راجل وكسيب ومعاه بيوم، هو قاعد في البيت شغال مش محتاج، انما انغام محتاجه. الالبومات وقف حالها والحفلات كل فين وفين، فلما تقعد تحرب ورا تركي وتجيبه ست في الاخر عايزه اللي يصرف عليها. انما بيومي اصلا شغال كويس قوي بقاله 11 سنه، ومع ذلك بيلحس نعل شبشب تركي الشيخ. لكن يبدو ان بيومي واللي معاه زي ما قلت لكم كده جاي لهم تعليمات خاصه من تركي انهم يشغلوا نغمه الفن رساله، ولازم نيجي نشتغل حتى في اصعب الظروف. ده طلعت في القصه كمان الممثله مي عز الدين، اللي طلعت انها بطلة المسرحية اللي انسحب منها محمد سلام، طلعت تقول الكلام ده. انا لما جيت المسرحية دي من ساعة ما اتفقت عليها ومضيتها، انا والدتي المرض اشتد عليها الفترة الاخيرة، وانا سافرت في التوقيت ده، وهي بدأت غسيل كلى مبدئيا، فلسه ما رتبتش اي حاجة للشغل تانية. انا كان كل همي التزامي بان انا اوفي الاتفاق اللي اتفقته، واجي اقدم حاجة حلوة، واكون قد الاختيار وقد الدعم اللي انا شفته من البلد ومن معالي المستشار ومن هيئه الترفيه. طب ما كنت ماشي لحد معالي المستشار كويس. المحاميه هبه نصر ردت على بيومي واللي زيه واللي اصبحوا عبيد للريال والدولار، ووصفتهم بانهم رعاع مصر. راجل عنده 58 سنه، هي اللي بتقول، يطلع يتكلم قدام السعوديين بشيء من الرخص والمهانه عشان بس حاول يثبت لهم إن لا هو ولا الفريق بتاعه زي محمد سلام. كلام ما يقولوش عبيد في زمن الرق والتجارة. 58 سنة يا راجل يا شايب، أنت مستني إيه تاني من الدنيا في العمر ده عشان تبيع نفسك كده عشان شوية دولارات؟ التاريخ هيفضل فاكر موقفك يا بيومي، وهيفضل فاكر سلام. أنتوا ما إلا عالم ملوث، وحرفيا أنتوا بتثبتوا أنكم بقيتوا عبيد للريال. خلي تركي آل شيخ ينفعك قدام ربنا يا شايب، رقصتم على أرواح إخواتنا يا رعاع مصر. اوبا، هبه خبطت جامد قوي. مش بس كده، الحقيقه ان كمان الناس طلعت كوميكس كده على المقاطعه، وده كان كوميكس الحقيقه ذكي قوي. الكوميكس كان فيه الجديد بقى بيوم وعمرو اديب، كارفور، كوكاكولا، كي اف سي، بيتزا، بيوم وفؤاد، بيبسي، سبارتكس، عمرو اديب، قاطع دول. خليها في الشاشة، الزقها لأنها عجباني جدا، عجبتني جدا. دخلوا في المقاطعة. في العدوان الحالي على غزة شفنا مواقف كتير جدا لفنانين محترمين رفضوا أنهم يرقصوا على دم إخواتهم في غزة، وأعلنوا تضامنهم مع فلسطين. أنا بس عايز أقول حاجة قبل ما أقول الكلمتين يعني الكبار دول. يا بيومي، أنجلينا جولي الأمريكانية اللي لا عربية ولا مسلمة ولا تعرف ملتها ايه، طلعت تتضامن مع غزة وتقول دي بقت أكبر مغبرة. أنجلينا جولي اللي هي في حتة تانية بيومي، ولا السبكي هيهددها ولا المتحدة هتقرفها، بل بالعكس التصريح بتاع أنجلينا جولي ممكن يوقف عليها الجمعيات الصهيونية بره وما يشغلوهاش زي اللي حصل لميل جيبسون. أهي أنجلينا جولي طلعت قالت زعماء العالم متواطئون في جريمة تحويل غزة إلى مقبرة جماعية. أنا مش عايز أقول الكلمة اللي بنقولها في الصعيد، المرة دي أنضف من 80 فدان
بميون فؤاد. انا اسف اني بقولها كده بس انت قالش غير كده. المره دي الضفر اللي بتقصه انضف من رجاله من ملايين زي بيوم فؤاد. وفي الاخر هي لا عربيه ولا مسلمه ولا اي حاجه، لكن ونجمه. وقلت لك ممكن يحصل معاها زي اللي حصل مع ميل جيبسون بعد ما مثل فيلم الام المسيح، لما الجمعيات الصهيونيه تكاتفت عليه يا عم انت اتخضيت ليه كده، وتدوروا عليه كانوا هيدمروا تاريخه، ودمروا تاريخه فعلا، دمروا تاريخه حرفيا. بس في الاخر البني ادمين مواقف كتير. مش بانجيان جولي اتضمن، خلينا نشوف ابرز تصريحات الفنانين اللي اتضمنوا مع اهلنا في غزه كده. اتفضل. ادي سلام ازاي ارقص واغني في الرياض واخواتي بيموتوا في غزه. هنا الزاهد طلعت قالت ليس ضروري ان تكون مسلمه لتدعم فلسطين بل تكون انسان. طبعا احمد مكي كان رائع، قال لك النواح على غزه لا يكفي، البلطجي يجب ان يسحق ويباد. شيرين رضا قالت جريمة ضد الإنسانية، كله قاعد بيتفرج وساكت. إبادة جماعية في غزة ويجب مقاطعة أي منتج يدعم الاحتلال، ده ويجز. كاملة أبو ذكري جاري بيذبحوا أطفاله بيتفرج على التلفزيون، عجز وكفر بكل معاني الإنسانية. دول الفنانين اللي أنا بتشرف إن هم مصريين، دول الفنانين بجد. زي ما الواحد بيحب أنجلينا جولي برضو تحب دول، وفخور بأنهم مصريين وأنهم بني أدمين في الآخر. يعني ماتت قلوب الناس هجوم حضرات. لما حصل الهجوم على غزة زمان طلع صفوت الشريف اللي احنا بنقول عليه فاسد، اللي كان بيشغل النسوان في الكنترول، عملية الكنترول يعني، طلع ادى أوردر بضرورة إنتاج عمل ضخم فني، فطلعوا فنانين بلحن او كلام لمدحت العدل، ولحن غالبا كان لحميد الشاعري، وطلعوا غنوا الحلم العربي. حد فاكر الحلم العربي؟ حد فاكر الحلم ده؟ فنانه سودانيه وفنان كويتي، حد فاكر كان في مين في مصر؟ ايوه هاني شاكر. ايوه كان في كمان غير هاني شاكر، كان مين؟ ايهاب توفيق مش كده؟ ولا كان في حميد الشاعري؟ ما تدينا حته كده صوره حتى للحلم العربي، ولو من بعيد كده، أجيال وراء أجيال والحاجات دي يعني من بعيد، مش مهم التزيع عبال ما يجيبه بقى يكون نام. تخيل نفس الفنانين دول النهاردة بيعملوا حفل غنائي في أبو ظبي، هم نفسهم. ممكن تدينا الخبر طالما أنت ما عندكش بقى. ماتت قلوب الناس هجوم على نجوم أوبريت الضمير والحلم العربي لمشاركتهم في حفل غنائي. اهو اهو الراجل، اهو اهو صورة الحلم العربي اهي. يا عم انت بتدور ليه؟ اهو اهي جنبك اهي. كان كتبها مدحت العدل ولحنها حميد الشاعري. هات بقى البوستر ده اللي اشتركوا فيه النهارده ابو ظبي. الحقيقه اهو ايهاب توفيق اشترك، حميد الشاعري هو اللي لحن واشترك، هاني شاكر، هشام عباس، معرفش سيمون ما اشتركتش وقتها، انا هيبقى في ابو ظبي النهارده. الاخوه دول يا حضرات النهارده ابو ظبي زعلانه، او يعني قالت لك طب نعمل بقى جبهه تانية للهلس او للحق للكلام ده يعني، وراحت عامله. اتفضل ادي اهو ادي الحلم العربي، بس عشان ايام ياخدك اهو. اتفضل. ده ايام اعتداء على غزه. دلوقتي بقى إما في الرياض أو في أبو ظبي، يا قلبي لا تحزن. يا إما تلاقيهم في الرياض مش تلاقيين، بص بيوروا. في النهاية الدنيا مواقف، أو الحياة مواقف، ويتعيش راجل عنده كرامة يتعيش بيومي فؤاد، زي ما كتب عمرو، مش أنا بيومي، منزعلش، عمرو قال كده، يتعيش بيومي فؤاد، يتعيش راجل، يتعيش راجل يا عندك كرامة يتعيش بيومي فؤاد. شكرا عمرو علي. اختار وخلي بالك اي موقف بتختاره هيتحسب عليك، ده وقت الاختيار، اما الرياض وابو ظبي واما انك تعيش راجل حتى لو قعدت ساكت واكتفيت بالدعاء، فانت في الاخر عملت اضعف الايمان. وفي النهايه
ما كنتش بيومي فؤاد.